الوافدين، هذا حال الوافدين العراقيين اللي جابوهم من الهند. اليوم وصلت طيارتهم حدود الساعة بالتسعة ونص لحد الآن، خاليهم يكتب منشآت وخاليهم مكان في الشحن الجوي بدون أن يحضرون أي إجراءات أو أي شيء. ناس مرضى محصورة في سيارات وفي أماكن معزولة. أي إجراء لحد الآن ما مسوي. هذا حال العراقيين الآن اللي جو من الهند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم مشاهدينا الكرام الموضوع سيكون عن إرهاب الميليشيات في العراق. طبعا هذا الموضوع ليس جديد لكن فيه تطورات. طبعا التطورات كانت هي تهديد ميليشيا ربع الله المنضوية ضمن الحشد الشعبي لحكومة مصطفى الكاظمي، إما أن تصرفوا مستحقات المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، وإما سنقوم باقتحام البنوك والمصارف ونستولي على الأموال الموجودة فيها خلال مهلة 48 ساعة. لغاية هذه اللحظة هذا كلام، خلينا نشوف المقطع الذي يؤكد طبعا ما قلناه. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العلي العظيم. بعد أن أوغل الفاسدين بفسادهم وتوحدت أهدافهم ضد المجاهدين من أبناء الحشد الشعب المفسوخة عقودهم دون أي استجابة لمطالبهم، نعلن نحن حركة ربع الله درع الحشد الجهادي عن تحذيرنا الأخير لمن تنكر لنا ولحكومة الكاظمي المتغافل عن حقوقنا. إننا نمهلكم 48 ساعة من تاريخ نشر هذا البيان بالاستجابة لمطالبنا دون تأخير أو تدليس، وإلا سيكون لنا تصرف ضد البنوك والمصارف التي تخزنون بها أموالنا. استمعتم مشاهدينا الكرام، تهديد مباشر وصريح للحكومة وللبنوك وللمصارف ولأموال الموجودة في هذه البنوك وهذه الأماكن، تهديد مباشر بأنه سيتم السطو وسيتم السيطرة عليها وسرقتها، أخذها عنوة بتهديد السلاح بقوة السلاح. كيف سيكون رد مصطفى الكاظمي الذي كان واحدا من دعاة حصر السلاح بيد الدولة، الذي أعطى العراقيين وعودا بإنهاء العنف الذي يشهدوه يوميا بحصر السلاح بيد الدولة بسيطرة على هذه الميليشيات؟ ثم سؤال آخر، ألا يعتبر الحشد الشعبي وفق القانون بحسب تصريحات كل قياداته والأحزاب التي تدعي بأنه تابع للقيادة العامة للقوات المسلحة، ألا يعتبر الحشد الشعبي وكل من ينضوي ضمنه هم تابعون للقيادة العامة للقوات المسلحة وبالتالي يأتمرون بأمرة مصطفى الكاظمي؟ فما الذي نراه اليوم؟ كيف يفسر ما نشاهده اليوم من استعراضات، من تهديدات، من إطلاق صواريخ وقذائف على المنطقة الخضراء، السفارة الأمريكية أو قواعد عسكرية هنا وهناك؟ كيف نفهم ما تقوم به هذه الميليشيات من تهديد لحياة الناس، من اغتيالات، من اختطاف وغيرها؟ إذا كانت وفق القانون الذي أقره البرلمان بأن هذه القوات الحشد الشعبي وكل من ينضوي ضمن هذا الإطار أو هذا العنوان هم تابعون للقيادة العامة للقوات المسلحة، ألا يعني هذا أن الدولة من رأس الهرم رئيس الجمهورية إلى أصغر عنصر موجود ضمن هذه الميليشيات هم متورطون ومشتركون فيما يحدث؟ طيب كيف نفسر إذن هذه التصرفات وهذه الخطوات التي تخرج بها الميليشيات إن كانت هي تابعة وبنفس الوقت تفعل ما تشاء؟ يعني هل هي خارجة الآن عن إمرة الدولة؟ إذا كانت خارجة عن إمرة الدولة ألا تعود إلى أصلها بأنها خارجة عن القانون أصلا؟ طيب
أين تصرفات الدولة؟ أين سياسات الكاظمي بالتعامل مع هذه الميليشيات؟ طيب خلينا نقرأ ونشوف إنه شنو اللي يقول من داخل العملية السياسية، كيف يتحدثون عن مصطفى الكاظمي وكيف يتهموه بأنه حقيقة يعني يميع قضية حصر السلاح بيد الدولة. محاولات التنصل ضمن هذه المحاولات، تقول النائبة السابقة سروة عبد الواحد أنه بعد مرور عام على تولي رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للسلطة إلى أنه لم يستطع حصر السلاح بيد الدولة. أضافت النائبة أنه بعد سنة من تولي الكاظمي إلا أن السيادة لا تزال مفقودة ولم يكشف عن قتلة المتظاهرين، بينما لم يرى الإصلاح والاقتصادي النور، حيث لجأ الكاظمي إلى خطوات بدائية في محاربة الفساد، وأكدت أن برنامجه الحكومي المعلن لم ينفذ بالكامل. كما أشارت عبد الواحد إلى أن الكاظمي لم يستطع السيطرة على المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها الميليشيات، بالرغم من محاولاته الخجولة بزيارتها وتصريحاته بضرورة فرض هيبة الدولة عليها. طيب، هذا حديث من في العملية السياسية يتهمون مصطفى الكاظمي بأنه متخاذل، بأنه لم يستطع أن يحقق ما وعد العراقيين به من حصر السلاح بيد الدولة وإيقاف العنف الذي يشهده العراق، وأيضا موضوع المنافذ الحدودية وسيطرة الميليشيات عليها، وأنه كان قد وعد بأنه سيعيد هذه المنافذ إلى حاضنة الدولة، لكنه حتى هذه اللحظة هو عاجز عن تنفيذ هذه الخطوات. ما الذي حققه الكاظمي؟ كيف سيستطيع أن يحل هذه الأزمة إن ذهب الكاظمي وجاءت هذه الانتخابات بشخصية أخرى من داخل هذه العملية السياسية في ظل وجود هذه الأحزاب؟ هل سيكون هناك من هو قادر على سحب البساط من تحت أرجل هذه الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة والسيطرة عليها وإعادة الأمن المفقود إلى العراقيين؟ أيضا مشاهدينا الكرام، هناك اتهام آخر حقيقة لحكومة مصطفى الكاظمي وحكومة المنطقة الخضراء. مسؤولون في الحزب الديمقراطي الكردستاني أكدوا أن الحكومة في بغداد تمول ميليشيا البيكاكي الإرهابية بحسب التصنيف لكثير من الدول، واتهموا دولة إقليمية بجلب هذه الميليشيا إلى قضاء سنجار في إشارة إلى إيران. أشار المسؤولون إلى أن وجود هذه الميليشيا في سنجار بمحافظة نينوى يحول دون عودة أكثر من 300 ألف نازح إلى القضاء من محافظات شمال العراق، واتهم عدد أيضا من الإعلاميين حكومة الكاظمي بالفشل في تطبيق اتفاق سنجار المبرم مع أربيل منذ أكثر من 6 أشهر، والقاضي بطرد جميع الميليشيات من القضاء وإعادة النازحين إلى مناطقهم. اليوم نشهد مشاهدينا الكرام فوضى، نشهد انتشار للسلاح، نشهد تهديد لحياة الناس ليل نهار، ونشهد فشل حكومي. لماذا إذن هذه الحكومة مستمرة في مكانها؟ لماذا تستمر بوعد العراقيين بالأمن على الأقل؟ هذا ما يفتقده العراقيون طبعا بشكل كبير اليوم. لماذا تعد العراقيين بحصر السلاح بيد الدولة، بإيقاف العنف الموجود اليوم في العراق، بتحجيم هذه الميليشيات؟ أين هذه الوعود وأين تطبيقها؟ اليوم بعد مضي 48 ساعة عن تهديد ربع الله، هل ستقف الحكومة مكتوفة الأيدي كما العادة وتنظر إلى المصارف والبنوك العراقية التي تودع فيها أموال عراقيين لا ذنب لهم سوى أنهم يعيشون في هذا البلد، وهي تسرق بتهديد السلاح؟ عندنا اتصال، السيد أبو إبراهيم من البصرة، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. حياك الله. ألو أبو إبراهيم، تسمعني؟ نعم أسمعك. ألو، أنا هم أسمعك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. إخوة، هذا شيء مو غريب بالعراق. شلون؟ أقول لك هذا شيء مو غريب بالعراق، يعني العراق صار أحزاب سياسية. نعم. ومحاصصة. نعم. وكل أحزاب مسلحة، يعني ما سطر عليها، يعني حتى أقوى من جيش. شلون وصلوا انهم يصيرون اليوم اقوى من الجيش؟ والله يصيرون يعني من الشعب، يعني الصوت كله بالشعب. شلون؟ لان الشعب ما مكاتب. شلون؟ مكاتب احنا ما عندنا. يعني السنه يجر وحده والشيعه يجر وحده وصار مكاتب ما عندنا.
وواحد بالثاني ما عنده ثقه. طيب هي يعني المفروض يا ابراهيم، وان كان لك وجهه نظر بالموضوع، لكن المفروض انه الشعب هو اللي يتحرك، لو المفروض دوله بجيش بمخابرات بشرطه بعتاد واجهزه انه هي اللي تقدر توقف قدام اي عنصر خارج عن القانون. ليش احنا نحمل المسؤوليه للناس والمفروض عندنا دوله هي اللي تقوم بواجب حمايه الناس؟ يا اخي يا دوله، هي الدوله كلها احزاب، رحنا على والده، البرلمان كله احزاب، العراق كله احزاب، الوزارات كلها احزاب، يعني كل وزير رئاسه كل وزاره عليها حزب مسيطر، وزاره الماليه وزاره التجاره وغيرها كلها، يعني كلها احزاب، والقوي ياكل الرتيش. يعني اليوم من نشوف ربع الله طالعين يهددون انه خلال 48 ساعه اذا هذول عناصرنا ما رجعتوهم حنطب على البنوك والمصارف ونبوقها. يعني هذا اعتراف صريح بانه جزء من الحشد هذه الميليشيا تهدد الدوله وتهدد المصارف وتهدد البنوك بالسلاح. هاي وحدها تهمه المفروض ينحبسون عليها. ليش ماكو حد يتحرك؟ صح يا اخي، ليش واحد ما يتحرك؟ انا اقول لك، هي كلها محاصصه وكلها احزاب، رحمه على والديك. لكن المشكله يعني هو الشعب ما متفق على واحد. يعني الشعب يتفق على حزب معين او يتفق على واحد ويغير مثل ما تقول هذا المشهد السياسي كله. انت برايك اليوم اذا صارت انتخابات في ظل وجود هاي الشخصيات، تتوقع انه اكو منها النظيف الوطني اللي يقدر يطلع من ضمن هاي الاحزاب يحقق طموحات العراقيين؟ ما اكو شريف، يعني كان ليش اقول لك، انا هسه قاعد شو اقول؟ يعني ما اقول ما اكو حزب يعني شريف مثل واحد او شخص معين مثلا متفق عليه الشعب. طيب اسالك سؤال يعني بشكل اخر، تعتقد انه اللي شاركوا بالانتخابات او اللي خل اسالك تعتقد انه اللي شاركوا بالحكم من 2003 لغايه اليوم، كل الاحزاب اللي شاركت بالعمليه السياسيه، تتوقع ان هم يقدرون يقدمون شيء بالمستقبل اذا صارت انتخابات؟ لو لازم نزيحهم ونجي بشيء جديد. طبعا هم هسه للأسوأ، يعني من الأسوأ للأسوأ، من الأسوأ للأسوأ. انت لا تنسى ولاية المالكية ترى افضل من هاي الولاية، وافضل من هات العبادي، والعبادي افضل من الكاظمي. وراح يجي بعد أسوأ من الكاظمي. نعم راح يجي بعد أسوأ من الكاظمي، يعني العراق شوي للأسوأ. نعم. طيب شنو الحل؟ اتفاق الشعب العراقي على إزاحة هاي الدولة كلها، ويخلون دولة بدالها. والله مو فوضى، يعني انا بس بدل ما تقول مظاهرات تجري، يعني مظاهرات تجري احنا كنا ما راضين عليه، ما بدون هدف، يعني شباب مش طالعات مراهقين، يعني بدون هدف. لا الهدف موجود، يعني الهدف موجود، لكن اكو بطش من السلطة يا ابراهيم. يعني انت من تطلع اعزل بلا سلاح وتواجهك آلة قمعية وماكو احد يدافع عنك، اكيد راح يكون اكو تراجع. يعني اخي هسه مثلا احزاب مثلا نفس امريكا، مثلا حزب ديمقراطي، حزب جمهوري مو هيك بامريكا. بس احنا يعني طلعت الظاهر، يعني الظاهر على شنو؟ طيب الظاهر على شنو؟ بس راح مع والدك، يعني شنو الهدف العلمي؟ شنو البرنامج السياسي؟ شنو هي؟ انا اشكرك يا يعني ابو ابراهيم انا اشكرك شكرا جزيلا من البصره. طبعا مو بس العراق او بداخل العراق هو الخلاص موجود، ممكن يكون الخلاص من خارج العراق. يعني شلون؟ اكو كثير من الوطنيين، كثير من المعارضين لما يحدث في الداخل ما يقدرون يحققون او يطبقون افكارهم داخل العراق في ظل وجود هذه الميليشيات والاحزاب اللي ما حد منهم يقدر يامن على حياته، لجأوا الى الخارج الى بلدان اكثر امنا من اجل ارسال رسائلهم، عرض مشاريعهم، عرض مخططاتهم من أجل النهوض بالعراق، من أجل الخلاص من ما يحدث فيه من ظلم، من قهر، من غياب للأمن وكثير من المشاكل. كثيركم من الجهات الوطنية العراقية اللي يريد يدور ويلقى كثير من الكفاءات العراقية، كثير من الشخصيات اللي بإمكانها أنه هي تدير شؤون العراق، بإمكانها أنه هي تقوم على أساس حكومة أو تؤسس لحكومة قادرة على النهوض بهذا البلد، كثير من الكفاءات حقيقة. محمد بن بغداد تفضل من كربلاء، تفضل يا محمد. عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظكم أخوي ويحفظ قناتكم المباركة. الله يبارك بيك حياك الله. قناتكم الوحيدة اللي تنقل الحقيقة والله العظيم. واجبنا واجبنا نشكرك. تفضل أخوي أستاذ محمد. بالنسبة للحكومة الموجودة والحكومات المتعاقبة كلها دولتنا ضعيفة كلش ضعيفة، ويا رئيس الوزراء يجي يقول سأضرب من يد من حديد وسأقضى على الفساد أو سأسيطر على الميليشيات وأسيطر على السلاح المنفلت. زين يرحم والديك هي سيطر على السلاح المنفلت. هاي كل الحكومات وهالحكومة الموجودة السبب وين والخلل وين بالنسبة للحشيد والميليشيات الغير منضبطة والميليشيات الوقحة وسنحاسب وسلفز نقضى على الفساد ونقضى على هذا. وإحنا لحد الآن تدري لا مدارس لا مستشفيات لا طريق لا جسور لا بنى تحتية. البنى التحتية متهالكة، العراق تعبان كلها تعبانة. زين العراق جوعان، الوضع متضرر، النازحين موجودين بالخيم بهالحر والبرد والله يساعدهم في الوقت هذا. زين فيا أخوي أستاذ محمد، يعني إذا ما حد منهم يقدر يحقق للعراقيين اللي يوعدهم به، منو اللي يقدر يحقق اليوم للعراقيين كل هاي الوعود يا سيد محمد؟ أخوي أستاذ محمد بالنسبة إذا تيجي ترجع للصحيح والحق السبب بينا. السبب بينا شلون؟ والسبب كله بينا. أنا أقول لك شلون أستاذ محمد. قول وياي. أنت مو وياي؟ وياك. نسوي عصيان مدني من زاخو لحد الفاو، نطلع مظاهرات مدنية ونقطع الشوارع بس ما نأثر على مؤسسات الدولة ولا نسوي شيء ولا أي شيء، بس نوقف نقطع الشوارع. عصيان مدني بعموم العراق هاي وحدة. اثنين نخلي العالم تروح وترجع ماكو مشكلة، والسيارات تمشي والدوام اللي عنده يروح، بس احنا شو نسوي؟ نسوي مثل ما تقول عصيان مدني. شنو فائدة اللي عنده دوام يروح وانت تريد عصيان مدني؟ اسمعني، لا يعني نسويها مثل ما تقول يعني نسويها نص دوام هاي وحدة. اثنين تصير الانتخابات، ما نروح للانتخابات لان المرجعية تقول المجرب لا يجرب، وهي هاي نفس الوجوه راح ترجع للانتخابات. هاي الانتخابات القادمة 1/10 يعني شهر 10 نفسهم الموجودين هم نفسهم راح يحكمون العراق. بس اذا اعطت المرجعية فتوى او قالت لا تنتخب ذولة او احنا ما نروح ننتخبهم، انا اتصور العراق يتحسن بال 23 او ال 24. واذا قالت المرجعية روح انتخبوه، روح انتخبوا، اذا احنا الصوج بينا ونفس الحساب هذا وازيد من عده راح يصير. اذا قالت المرجعيه روح انتخبوا، حتروح تنتخب يا محمد؟ لا ما انتخب. تعرف ليش ما انتخب؟ اي تعرف ليش ما راح انتخب؟ لان نفس الوجوه ونفس الطاسه ونفس الحمام. كل شيء تتوقع هذا رايي تتوقع هذا رايي حيكون راي عام عند الناس اللي يتبعون المرجعيه وتوجيهاتها، ان هو اليوم المرجعيه اذا قالت روح انتخبوا حيروحون ينتخبون؟ طيب ماشي راحوا انتخبوا، المن ينتخبون؟ ينتخبوا استاذ محمد هم كلهم، يعني نفسهم كلهم هم نفسهم الموجودين اخوي استاذ محمد. هم نفسهم حراميه. هم نفسهم دمروا البلد، هم نفسهم هجموا البلد ورجعوه 20 سنه لورا. زين ايش تنتخبهم؟ هاي وحده. اثنين هسه الحصه التومنيه استاذ محمد صارت 3 أشهر كل شيء ماكو. زين دول النازحين الله يساعدهم هسه بالخيام وبالحار. ثلاثة الجوع، أربعة مي ماكو، خمسة مدارس ماكو. يعني كل شو ماكو خلوا لك العراق للهاوية. طيب أنا أشكرك يا سيد محمد من كربلاء، شكرا للمشاركة. عندنا السيد أبو ياسين من ديالة، تفضل يا أبو ياسين حياك الله. حياك الله أخي محمد، حياك الله المحترمين. أهلا وسهلا أخي محمد من كربلاء. بخصوص الفتوى قبل موضوع حلقتنا، قبل ما أدخل ماكو فتوى بالموضوع، بس لحظة ماكو فتوى. اسمح لي محمد. لا لا أنت اسمح لي، ماكو فتوى، لا طببنا فتاوي. الموضوع الرجل قال كلمة. أرجوك محمد، أرجوك ترى أقطع الخطوة، خلينا نسولف أنا. تفضل. خلي هو يروح يسأل كبار ضباط الجيش العراق السابق، اكو فتوى سرية مالت الثاني يقول بأن أنا قاتل كافر تحت رئيس كافر، معناته سمح للدخول لاحتلال غزو العراق. طيب. لأن تجعل البحثية كفار أول ما قاتل والرجل ولا 300 مليون ما في كل مقاتل ما حد ولا تحليه غلتوا. هذا المرجع وانت الفساد هم المرجعية. بس ماشي بس اسمح لي موضوع الحلقة محمد. اسمح لي خل أسألك هسه هذا السؤال عوفك منه. هذا الموضوع اللي انت طرحت عوفك منه. أنا هسه الرجل تحدث بنقطة مهمة، يقول بأنه المجرب لا يجرب. احنا اليوم نشوف أنه
فوضى اكو، فوضى سلاح، فوضى ميليشيات، والحكومة فاشلة، وكل الحكومات اللي سبقتها أفشل منها. طيب اليوم إذا صارت انتخابات وكانت هناك دعوات بالذهاب للمشاركة بالانتخابات، الاختيارات تكون على منو؟ منو اللي موجود اليوم بالعراق يصلح أنه هو يدير الشؤون، أنه هو فعلا يسيطر على الميليشيات، يعني ينظم الوضع الأمني الموجود في العراق اليوم؟ اخ محمد، الفوضى هي مستمره وبازدياد، اما موضوع المجرب لا يتجرب. هل انا هم اسال، هو من يدير عمليه التسير؟ هو محمد رضا الثاني، هذا رحت على الذقون المجرب اجرب، وما نفس نفس النموذج. طيب. نفس هذاك، لان راحوا مقتدى وراحوا عمال الحكيم والقزعلي ولا العامري ولا كلهم موجودين، هاي العمليه بائسه، واللي ينتخب ما عنده عقل. اي واحد ينتخب ذولا وباشر محمد. بعدين انا هذا انا خلصها للكاظمي من ابو علي العسكري، قال لك قلت حتى سمعت المنطقه ذا الماعز وغلت، والخزع اللي قال له غلت وغلت، ومن راح فكر عينه بس رقم صد الحجز، هذا يتحمل يزرها، هذا يتحمل نتائجها يا محمد. ماكو دوله، اكو دوله فوضى، ماكو قانون، اكو دوله ميليشيات. وبعدين موضوع هذا السلاح هو ما منفلت، هو محصور بيد الميليشيات وبيد الدوله. ومن انتقد المنظومه العسكريه غير هاي الفصائل وذول الزعامات؟ من دمر الجيش غير هم هذول؟ من يسمح للقوات الاحتلال غير هم هذول؟ هذول مو هو رجالات الدوله، وهذول ناس مرتزقه جابتهم امريكا وولاء من النفايات وسلطوا على هذا الشعب. فانا اقول الانتخابات فاشله، وانتخابات خليها فاشله تتاجل، تبقى الوقت ليله 2022 واي تغير ماكو، خلي يجيبون وجود جديده. بس محمد هو الزعيم، هو نفسه تبقى موجود، هذا اللص هو موجود مقتدى وغلبون كلهم، حتى السنه زعماء السنه هم هذول فاشلين فاشلين وناس سراق حراميه، شنو نغيره؟ اخي اللي جديد ما بيده قرار. انا اشكرك يا ابو ياسين، فكرتك او اجابتك على هذا الموضوع، بانه انت باختصار تقول انه حتى لو جاءوا بوجه جديد في ظل وجود هذه الاحزاب ما راح يقدر يشتغل، لانه الاساس هو قائم على هذه المحاصصه الطائفيه، على نفوذ الميليشيات، على المال، وبالتالي اي شخص وان كان شخص نزيه مستقل تاتي به هذه الاحزاب او يشارك في عمليه انتخابيه موجود فيها هذه الاحزاب، من المستحيل أن يحقق ما يتطلع عليه الشعب العراقي، لأنه سيكون محصور ضمن المال وضمن السلاح. عندنا السيد محمد من الناصرية، تفضل حياك الله. أهلا وسهلا بك أخي العزيز ومشاهديكم الكرام. حياك. الحقيقة نحن لا ننظر إلى الانتخابات سوى بأنها تقود العراقيين أسوأ، وهذا هو موقفنا منذ سنوات، ونحن مقاطعون في جبهة التشييد الوطنية المعارضة هنا في الناصرية. بعد دخول بعض الكيانات الطارئة والحديثة في العملية السياسية، أعلننا هنا في محافظة اليقار جبهة التشييد للمعارضة الوطنية. والتي تتبرى هذه الجبهة من كل الكيانات القديمة والتي تم تشكيلها مؤخرا. والسبب واضح، لأن الانتخابات ما هي إلا تدوير لهذه النفايات القذرة التي تعبث بأمن واستقرار المواطن العراقي. نعم. طيله هذه السنوات ومنذ عام 2003 ولحد الان، لذلك يا اخي العزيز الذي يدعو الانتخابات اعتقد بانه هذا جزء من منظومه الفساد، والذي يدعو الانتخابات ما هو الا شريك بهذا القتل والدمار لحق العراقي. رايك بالمقطع اللي عرضناه لربع الله، ميليشيا ربع الله اللي تابعه للحشد الشعبي اللي هي جزء اساس، هذه الميليشيا أمهلت حكومة الكاظمي 48 ساعة، يا أما يرجعون المفسوخة عقودهم من الحشد ويعوضوهم بالمبالغ المالية لمستحقاتهم، يا أما نقتحم البنوك والمصارف ونسيطر على الفلوس اللي موجودة بيها. والموضوع هذا يسير على نظام الغنائم، شلون سووا بالمحافظات المنكوبة من دخلوها، أيضا سرقوا ممتلكات الناس وقالوا هاي غنائم. اليوم الموضوع قد يتكرر، الدولة اليوم أمام حقيقة تحدي، يعني تهديد مباشر يكفي بالنسبة للدولة، لأي دولة بالعالم، أنه هي تلقي القبض على هاي العناصر. ليش اليوم بالعراق ما حد يتحرك وهو عنده كل المبررات القانونية اللي تساعده وتعينه على محاربة هؤلاء؟ أستاذ محمد، أولا أسجل لا حول كلمة الدولة اللي اتضحت لها، نحن لا نعيش في زمن الدولة، نحن نعيش في زمن الفوضى.
الدولة لها مؤسساتها ولها دوائرها ولها قوامها ولها رجالاتها. نعم. نحن لا نسجل لدينا دولة، لدينا ميليشيات، وهذه الحقيقة نعلنها بالعين وأمام كل الفضائيات في صفحاتنا الداخلية. نعم. يا أخي هم يتسارعون في بينهم من أجل الغنائم، هم أصلا جاءوا من أجل السيطرة على خزائن العراق، جاءوا من أجل إباثة العراقيين، كلهم شركاء للكاظمي ولا الذي سبقه. نعم. ولا العادل عبد المهدي ولا ربع الله ولا جيش المهدي ولا كلهم شركاء بما يجي. نعم. وكل ما في الأمر هو استعراض قوة والحصول على مزيد من هذه الغنائم. نعم. والمصارف يا أخي أنا هذا يتساءل من خلال قراءتكم الكريمة، التصرف والبنود وواردات النفط وغيرها من السعودية لمن؟ أي. هل تعود الشعب العراقي؟ هل العراق الآن اللي يتلقى رجوع فرقة الناصرية؟ نعم. كما يدعون مظلومية الشيعة، تعال معي في الناصرية وليأتي أي مراسل من خلالكم يكون اتصال مباشر معي ويشاهد بيه مع أنه ما يدي في شوارع الناصرية، وكيف هي النساء وقت الغروب لا تمتلك حتى أجرة الفطور البسيطة اللي هي 5000 دينار. نعم. هؤلاء هم الشيعة في الجنوب كما هو الحال إخواننا في الغربية. نعم. وكما هو الحال في غابة الشمالية يا أخي العزيز. ذلك جيش المهدي والسعراف للحصول على المزيد من المكاسب وسرقة الماء العام واستعراض العدلات خاصة، ونشاهد في الأيام المقبلة القريبة تصعيد خطير كل ما تقترب. طيب. الانتخابات كل ما يحتاجون إلى المال السياسي في سبيل دعم وقوعهم الانتخابية. نعم. أنا أشكرك يا محمد من الناصرية للمشاركة. خلونا نروح مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. جريمة لن أسكت عنها، ويجب أن يكون ودم الشهيد في عنقي وأنا ولي الدم. احنا اعتبرنا العزاء حزانة. اريدها منك والله، اريدها منك تيدي. معيزة بقى بحياتك وشام أخوي ودم أمي إن شاء الله، والقطرة سفر اللي بتكون. يقولون أغانيكم حزينة، يقولون أغانيكم حزينة، هو إحنا يا عم إيش بدنا؟ الرافدين لأننا حضارة. حمل هذا العصيب، هاي الرسالة للعصيب، لبعك توصلوا للناصرية وحني من اللوزي، من اللوزة أخذ منكم. احنا زلم الناصرية ما بارجين بعدني حارين. العصيب وكل الأحزاب، بدر مو بدر، وكل الأحزاب المنيشات الطائفية فيها تابعة لإيران، وهي ممنوع تقول للناصرية ولا للعمارة ولا للبصرة ولا للسماوة ولا للدوانية ولا كربلاء. ممنوع تفكيكم سبايد، تفكيكم العراق بربع دينار ودم دم العالم دم حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى. هذا الحديث من مواطن عراقي من مدينة الناصرية، رسالة واضحة من عراقيين، طبعا هو يمثل لسان حال كثير من أهل الناصرية والعراقيين بشكل عام. هذه الرسائل التي توجه إلى الميليشيات، إلى زعماء الميليشيات الذين يأتمرون بأوامر الآخرين وولائهم المطلق لإيران بكل صراحة. يعني موضوع أنهم يتبعون دول أخرى، لا، هو أغلب الميليشيات 90% من الميليشيات هي تابعة لإيران، وجزء بسيط تابع لقيادات محسوبة على العراق في داخل العراق، قيادات يعني على أساس أنهم مراجع عربية لكن هم زعماء ميليشيات في النهاية. عندنا أبو أحمد من الموصل، تفضل حياك الله. أبو أحمد من الموصل موجود؟ ما موجود. كامل من ديالة،
السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. استاذ محمد، اليوم العراق يعيش، اليوم العراق يعيش فوضى. اي ليس دولة مؤسسة، وإنما تحكم الميليشيات. نعم. التابعة للدولة الجارة إيران. اها. وها على هذا الأساس العراق ما يستقر أبدا. نعم. إلا بقطع الحدود مع إيران. شلون هذا يصير وانت عندك اليوم اذا طلعت تقول ايران برا برا يقولون عليك بعثي وداعشي وطائفي وكل الاتهامات تجيك. هي هاي مناقبات العدو. مناقباتهم هاي، لكن الحقيقة هي يعرفها الشعب العراقي انه العراق خاضع الى ايران. نعم. وسوق مستهلكة للبضاعة الايرانية سواء كانت غذائية او صناعية. نعم. فعلى الشعب العراقي أن يتوحد تحت راية الوطنية العراقية الشريفة. تعتقد أن العراقيين ما متوحدين يا كامل؟ ألو؟ تعتقد أن العراقيين اليوم ما متوحدين؟ العراقيين ما متوحدين، لأن أحزاب متعددة وأغلبية الشعب العراقي أو ثلث الشعب العراقي منضوي تحت الأحزاب. هذا ثلث، لكن اذا خلينا نفترض انه كلامك صحيح وانت تقول انه ثلث الشعب العراقي منضوي ضمن الاحزاب، طيب انت عندك باقي ثلثين من الشعب، الغالبيه تمقت هذه الاحزاب، تكره هذه الاحزاب، تلعن هذه الاحزاب يوميه باللي سبب سببته للعراق والعراقيين. اذا انت عندك الغالبيه اليوم متفقه ومتوحده بالراي وبالتوجه انه هو لازم يخلص من الاحزاب اليوم. لكن لا حول ولا قوة، الغالبية لا حول ولا قوة. نعم. ما تستطيع مناهضة العدو. ليش؟ شو ينقصك؟ ينقص القوة والإرادة والقائد. نعم. أما السلاح والمال السياسي بيد الأحزاب، فما يستطيع الشعب العراقي أن ينهض إلا يكون الضرر قاسي جدا على أغلبية الشعب العراقي. يعني باختصار تقول تضحيات. تضحيات طبعا، مثل ثورة تشرين، وثورة مستمرة وليس بالكلمة، وإنما في كل ما يمتلك الإنسان من قوة. نعم. سيد كامل من ديالى، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة، وصلت فكرتك عندنا. أبو أحمد من الموصل، تفضل يا أبو أحمد، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أستاذ محمد، بالنسبة يعني للوضع للعراق، يعني وضع العراق الآن يعني وضع مزري إلى درجة. نعم. يعني أنا بالنسبة لي، أنا من مخيم الجدعة الخامس. أي. يعني إحنا هسه بالمخيم نعيش وضع مزري إلى درجة يعني. نعم. يعني فيعني اذا ابسط الدوائر يعني الفساد منتشر بيها. ويعني ماكو سلطه للقانون، وقد يعني يجوز تزعل علي انت اذا اقول هذا الكلام، يعني حتى القضاء بالعراق اصبح قضاء يعني هزيل وضعيف. نعم. يعني ما تقول لي شلون الميليشيات ما تلعب بكيفها وتريد تقتحم البنوك وتريد تسوي اي شيء بكيفها، اذا ماكو سلطه للدوله. احنا هسه يعني تسال اي انسان بسيط. نعم. يعني انا عمري بال 58 سنه وشفت يعني تجارب كثيره بالحياه. يعني ما كنا نتصور يعني يصبح العراق بهيج وضع سيء الى درجه. نعم. والله طيب، محمد طيب ابو احمد، انت هذا اللي تفضلت به وعلى قولت الكثيرين انه هاي المشكله، الحل برايك شنو؟ والله الحي يعني الحل برأيي غير. نعم. يعني ماكو فايدة، لأن إخواننا بالجنوب سووا مظاهرات، يعني قتلتهم الميليشيات بدم بارد يعني. طيب. بدم بارد، والحكومة ما اتخذت أي إجراء، مجرد وعود. لجنة التحقيق وما ظل يعني أي عراقي تسأله على لجنة التحقيق يقول لك أني ما أثق بأي لجنة تحقيق تسويها الدولة. نعم. وإحنا هسه نعيش منطقة لا دولة. الإخوان هنا ربعنا بالسنة يومنا سوى مظاهرات وانتفضوا قمعها وبكتها المالكي. الحل الوحيد هو عصيان مدني. نعم. يعني ما أشارك بالانتخابات نهائيا، أقسم لك بالله العظيم. نعم. من بعد سقوط العراق ب 2003. نعم.
أنا بس صارت أول انتخابات بالعراق ومشاركت بيها على أساس أنه يعني قلنا رايح ينتشر العدل وتجينا حكومة جديدة وبعد ما ندخل بحروب وحصار. طيب. من شفت الوجوه يعني بدأت بالفساد وهاي قسمت بالله وأنا صادق بقسمي بس أول انتخابات بالعراق أنا شاركت بيها. نعم. من بعدها لم أشارك بأي انتخابات لحد هذه اللحظة. نعم. أبو أحمد بن الموصل يعني أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. صحيح جاءوا إلى العراق يحملون الكثير من الوعود بالحياة المرفهة بالأمن بالأمان بالبلد المستقر المزدهر اللي طلعوه من الحصار وطلعوه من الدكتاتورية ومن الحروب وجاءوا به إلى مثل ما يسموه العراق الجديد. لكن يقول اليوم العراقيون بأن العراق اليوم أسوأ مما كان عليه في السابق، من يحكمون اليوم هم أسوأ مما حكم العراق في السابق. اليوم العراق يمر بوعكات ومحن ومشاكل حقيقة فاقمت من معاناة العراقيين أكثر مما كانت عليه في السابق. عندنا أبو شيماء من بغداد، تفضل. الله يسعدك حبيبي، حياك الله. شوك عيني. الله يسلمك، تفضل يا أبو شيماء حبيبي. اللي تستدهلون الميليشيات أي وانتخابات وسلي انتخابات اللي يروح ما يروح هي حتى سامع القافلة احسب شو الكلام في البحث شنو واحد كيف يريد يروح ما يروح هذا شيء خصة. اي انت شنو رأيك؟ فاحنا ما ندخل يطلع واحد من الناصرية من جماعة الصرخي يهدد انت كل شنو انت جابك على العصائب جابك ذولات مجاهدين. طيب طيب الصرخي بس لحظة جماعة الصرخي ذولا بس بدون الرجل ما تجاوز عليك اسمح لي انت لا بس اسمح لي ابو شيماء ابو شيماء انت شنو رايك حتشارك بالانتخابات؟ ليش عاد انا حر نفسي يعني ليش ما اجي؟ طيب يعني ماشي انت حر طبعا طبعا انت حر وما حد يقدر يقيد حريتك لكن المن حتنتخب؟ يعني ماشي ماشي اوكي يعني انا وياك انا متفق انه انت حر انت عندك مطلق الحريه برايك منو اليوم اللي يصلح ليقود العراق؟ يا اخي اكو ناس ما هو يعني اكو ناس زينة واكو ناس مو من هم تحكم على العالم كله من هم لعل وعسى اذا ذكرت شخص او جهه قد ترشد العراقيين الى امر يعني حقيقه تايه عنهم منو برايك اليوم اللي يصلح ليقود العراق؟ اخي العزيز استاذ محمد هو انسان يعني لبال انسان نشوفه زين به مؤهل كل الصفات ما تنتخبه احنا نظل هيك في ماشي يعني انت ما عندك احد هسه ببالك الثاني لحد الان اللي ببالي اشوفه يعني بعد ما شاء الله ست اشهر واشوف الانسان الزين بس احنا ما نسقط يعني تسقيط هذا كذا وهذا مو زين. اي ابو شيماء الناس يعني. الناس ماذا تتكلم من فراغ اليوم؟ يعني منو اليوم معانا من بس اسمح لي منو اليوم معانا من الميليشيات بالعراق؟ يعني من قتل من تهديد من اختطاف والله يقتلون استاذ محمد بالميليشيات يا اخي الميليشيات مو قادم والله الميليشيات بعدنا يعني ميليشيات اسالك واحد تعالي يقول لي تعال الميليشيات ما ترهم ميليشيات اكو ناس قاتلت وضد الدواعي وضد المجرمين وضد طيب. حمة العراق يعني يا طيب. ميليشيات يا طيب سيد ابو شيماء نعم نعم رايك يحترم وأنا أشكرك للمشاركة وأتمنى حقيقة المرة الجاية من تشارك ويانا إن شاء الله تقول لنا بعد ما أنت قعدت بينك وبين نفسك وشفت الأشخاص الموجودين اليوم اللي ممكن يحكمون العراق واللي تاريخهم أبيض وما عندهم مشاكل ولا فساد ولا جرائم من هم اليوم المرشحين اللي موجودين في الأحزاب عندهم الإمكانية أن هم يحكمون العراق؟ النقطة هاي. النقطة الثانية تجاوزك على السيد محمد من الناصرية لتقول انه هو واحد جربوع من اتباع الصرخي يعني حقيقة الرجل ما تجاوز عليك واحنا نرفض هذه التجاوزات وهذا يعني شيء كان غير لائق من حضرتك. ايضا موضوع اخر وهو موضوع الميليشيات انه احنا انت ليش تقول ميليشيات؟ يا جماعة كلمة ميليشيات لا تعني اهانة للجهة الموصوفة، هي توصيف لكل من يحمل السلاح خارج اطار القانون. اليوم لما شفنا ربع الله يحملون السلاح ويهددون المصارف والبنوك وحكومة مصطفى الكاظمي بأنه إذا ما رجعتوا المفسوخة عقودهم من الحشد راح نقتحم هذه البنوك ونسرقها، هذه ميليشيا جماعة مسلحة تحمل السلاح خارج إطار القانون تهدد دولة بغض النظر أنت توصفها اليوم أنه هي عصابة
توصفها اليوم ان هي مجموعه من الحراميه مصطفى الكاظمي وغيره، لكن احنا نتكلم من الناحيه النظريه. من الناحيه النظريه هناك من يحمل السلاح خارج اطار القانون، هؤلاء يوصفون بوصف او كلمه ميليشيا، مثل ما داعش هي كلمه يعتقد البعض انه اذا قيلت على تنظيم الدوله بانه هي اهانه، وهي اختصار فقط، كلمه داعش هي اختصار لهذه الجمله الطويله تنظيم الدوله الكذا، كلمه داعش هي اختصار. فهذا الموضوع حتى يعني حقيقه الناس تتوضح لها الصوره. وفي النهايه اراء العراقيين بالمجمل انه هناك ميليشيات في العراق، هناك ارهاب في العراق من قبل هذه الميليشيات، واكبر دليل على ان ما قامت به هذه الميليشيات وتقوم به هو ارهاب، بوصف منظمات دوليه لهذه الميليشيات وسياساتها بالجرائم والانتهاكات. يعني بعض التقارير تقول مثل هيومن رايتس ووتش بانه ما قامت به ميليشيات الحشد يرقى بالجرائم والانتهاكات الى مستوى ما قام به داعش. الامم المتحده بتقارير لها حقيقه، مو تقرير واحد، تحدثت عن عمليات اغتصاب فتيان نفذتها قوات الحشد الشعبي، هذه العناصر، ونفذتها القوات الحكوميه ونفذها داعش. تهجير، اختطاف وتغييب ايضا قامت به هذه الميليشيات مع القوات الحكوميه. اذا هم مشتركون بالجرائم. عندنا اتصال. السيد حسين من الحويجه، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخوي انا مواليد البسي تبجيش السيد المالكي، لو متشغل حكم. شلون عفوا؟ البسي تبجيش لحن عشان السيد المالكي كان عندكم. طيب. رئيس وزراء. اي. الا طلع من الجيش هو، وانا هم طلعت من الجيش، جا كتاب من الوزاره الدفاع العلمية. بس انا البرس الكردي والامريكي بيت حسن المجيد الكركوك. يعني انت بس حتى افهم، حتى بس افهم، انت طلعوك من الجيش لما اجى المالكي يعني؟ ايه، لو من المالكي كان على الحكم. لما كان المالكي على الحكم انت طلعوك من الجيش؟ نعم نعم. طيب وين شنو مشكلتك حاليا؟ سجلوني مواليد 60 وانا مواليد 53، بن نفور 53. نعم نعم. وظلت 60 انا طلعت وسووا كتابي 60، وهسه انا لبست، انا لبست بتاتي، لبست الاول لواء 38 سريه مقاوير نهر الوز، ولبست بتاتي باطل. نعم. ولبست بقاعده صدام مطار صدام حسين مكان، وهسه انا شوفني ما تعرف. يعني سيد حسين حضرتك دا تريد تقول بانه انت حاسبيك اصغر من عمرك ورتبتك اقل من الرتبه مالتك الحقيقيه؟ الرتبه انا اعرفها. طيب يعني وانت عندك مشكله الان بالتقاعد مثلا، لو انت تريد ترجع للخدمه، لو شنو مشكلتك؟ مصدر واصل لو من المعركه، قلت لهم اريد اموت انا، خلوني بس ارجع الجيش ما خلوني. قال جاء كتاب اسمر من وزاره الدفاع. طيب تقاعد، هي تقاعد، طلع اسمي من وزارة الدفاع. نعم. دكك نعم. تقاعد. نعم. وما طلعني كل شيء، ما تعرف شلون. نعم. لغاية الآن أنت محروم من التقاعد لو طالع لك، ولكن على رتب، على تصنيف أقل. إي أنا المواليد الحقيقة 53 بس. نعم. بالنفوس كاتبيني 60، بالجيش كاتبيني 60. نعم انا بفهم عليك، اقصد يعني انت حاليا دا تتقاضى تقاعد لو ما عندك. لا والله ما عندي تقاعد، كل شيء ما عندي. كل شيء ما عندك. شنو السبب اللي هم مانعيك انه انت او حارميك من التقاعد؟ مو عالي نفوسي 53، الدفتر الخدمه عندي 25 سنه، عندي 25 سنه بكر صدام حسين. طيب يعني انت بغض النظر حتى لو كانت مواليدك 60 فانت بعدك بالخدمه وتستحق تقاعد، ليش محروم من التقاعد؟ ما اعطوني شو اسوي؟ يقول 14 سنه، عوزك سنه. نعم. هو عوزك سنه. سيد حسين، هو مو المفروض انه بالجيش الرتب العسكريه تقاعدهم السنه في سنتين؟ يعني حسب اللي افهمه. شغال 14 سنه. طيب.
أنا أتمنى صوتك يوصل لسيد حسين من الحويجة. أنا أشكرك، وهي معاناة حقيقة أنه رجل مثل ما سمعته، رجل مواليد 53 مسجلي أنه هو مواليد 60 ضمن الجيش وأحيل للتقاعد، وهو تنقصه سنة حتى يستحق الراتب التقاعدي، في حين أصلا هو أكو خطأ ومدى يتصلح هذا الخطأ. طبعا الله يكون بعونه، ونتمنى أن توصل هذه الرسالة وهذا الصوت يصل إلى المعنيين للنظر في قضية السيد حسين من الحويجة. فيما تبقى من وقت نقرأ الرسائل سريعا. عندنا رسالة، طبعا بعض المشاركين يرسلون روابط وصور ومقاطع فيديو، حقيقة لا نستطيع أن نعرض هذه الأمور. عندنا رسالة من أبو حاتم من الموصل بعد التحية والسلام، يقول العراق ابتلي بالاحتلال وأعوانه، هذه المسميات المسمات بالعملية السياسية الديمقراطية المزيفة لقتل أكبر عدد ممكن من العراقيين. شكرا أبو حاتم. رسالة عندنا من أحد المشاركين سيد كيان من بغداد، يقول أستاذ محمد مساء الخير، عيب على الحكومة تهدد من قبل ميليشيات وتظل ساكتة، وين سيادة الدولة وأين هيبة العراق؟ رسالة عندنا من أبو محمد من بغداد بعد التحية والسلام، يقول هؤلاء الذين يحرقون الحنطة والشعير وغيرهم هم أتباع دولة إيران، وهم يحرقون الأول والتالي. إلى كافة الأخوة الناشطين يوجهون الشعب إلى الانتخابات، أعطونا التسلسل لكي ننتخب، نريد أسماء من المنتظرين من المنتظرين. أبو محمد، إذا أنت من المتأملين أنه هاي الأحزاب المشاركة بالعملية السياسية اليوم في العراق بإمكانها أن تخرج لك بوطني، روح وأنت تتحمل مسؤولية قرارك وصوتك ومصير أبنائك وأحفادك لأربع سنوات قادمة. راجع نفسك. يسأل يقول رب الله، هل رب الله لا، رسالة هذه فيها حقيقة يعني كلام مو موزون. عندنا رسالة يقول أخي غير العفو الشامل، يعني بقاء الأبرياء في السجون، اللهم فرج عن كل مظلوم. وعندنا آخر رسالة من أبو علي النعيمي من بغداد بعد التحية والسلام، يقول تحية لحضرتك أستاذ محمد، يقول من سنة 2003 إلى هذا اليوم العراق في فوضى بسبب ضعف الحكومات المتعاقبة، كل كتلة وكل حزب وكل ميليشياوي وكل سياسي وكل معمم يصرح بما يحلو له. عندما تسأل السياسي والقائد العسكري عن الخروقات الأمنية يقول نحن بحاجة إلى جهد أمني، وعندما تسأل عن النفايات في كل الشوارع والأزقة يقول نحن نحتاج إلى جهد بلدي، وعندما تسأل عن معاناة الأهالي في المناطق المحررة من داعش يقول نحن بحاجة إلى جهد هندسي. وأنا أقول أن العراق بحاجة إلى تغيير كل الوجوه الكالحة التي تسلطت على رقابنا كي نعيد هيبة العراق. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.